فتوى قديمة جديدة أصدرها الرئيس الروحي للطائفة الدرزية الشيخ موفق طريف، أكد فيها على حرمانية قيادة المرأة الدرزية المتدينة للسيارة. التأكيد الجديد على الفتوى أجا بحسب بيان طريف بأعقاب التداول الأخير لوسائل الإعلام وشبكات التواصل المختلفة موضوع رخص قيادة السيارات للنساء المتدينات الدرزيات، واللي أجا بالبيان كان عن طريف أنه الفتوى المتفق عليها في تحريم سياقة السيارات للنساء المتدينات لم تتغير. الفتوى سارية المفعول في المجتمع الديني وملزم لمن يختار الانضمام إلى صفوف الدين اتباعاً واختياراً لا إكراهاً وأجباراً. ندرك ونقدر اهتمام أفراد مجتمعنا الموحد بشؤون الطائفة ومصالحها وحقهم في الانتقاد والتعبير عن المواقف والآراء، ونهيب بهم بالأخص فيما يتعلق بالقضايا الدينية بالتوجه إلى الجهات الرسمية المختصة بدل اللجوء إلى الصحافة التي تحركها المصالح الإعلامية. نساء درزيات رفضوا فتوى الشيخ طريف وقالوا أنه صرنا بالقرن 21 ولسه في هيك فتاوي، العالم عم يتقدم ونحن ما زلنا عم نطلب من الرجال أنه يسمحوا لنا بقيادة السيارة. قيادة السيارة بأعين الكثير من الرجال هي أيضا قيادة دينية اجتماعية وتربوية، والعديد منهم لا يريدوننا في هذه المواقع. تعليق من نديمة بيقول: مشايخنا الأفاضل خليكن على حالكم ما تتغيروش، الدنيا عم تتغير والإنسان عم يتغير، الوصول لربنا سبحانه وتعالى رح يكون أسهل ما يمكن، صلواتنا وإيماننا بالله رح تكون على علاقة مباشرة حسية ونفسية وإدراك أن الله جل جلاله موجود بالقلب والإيمان والنفس الطاهرة والمعطاءة، هذا إيماني. أما شهرزاد فعلقت وقالت: قرار مجحف بحق كل امرأة كانت متدينة أو غير متدينة. الأصعب من القرار هي طريقة كتابة المنشور اللي ما بتعطي تفسير منطقي ومقنع لهذا القرار المجحف، وما بتفسر لنا ليش الرجل المتدين ممكن يسوق السيارة بس الامرأة لا، وحتى ما بتعطي إمكانية للحوار أو إعادة البحث والتفكير بالقرار. بس طبعاً ما توقعت غير هيك قرار من هيئة دينية مكونة 100% من رجال وليس من نساء. الرخصة ليست عبارة عن رفاهية إلا هي عنصر أساسي بحياتنا اليومية. تعليق من جنات بيقول: قرار ظالم وبدنا تفسير. مش عم بتشوفوا كمية المتدينات والبنات على الترمبات بالسقعة والشوب بيطلعوا مع ناس لا بيحل يطلعوا معهم، ونحن الأمهات مين بده ياخد أولادنا على الروضات؟ لازم إعادة التفكير بهذا القرار، الدنيا تغيرت عن زمان وهذا القرار غير مناسب لظروف معيشتنا. أما أميرة فعم تقول: أحترم قراركم مع أنه لا يتطابق مع وقتنا هذا، ولكن أمور الدين تبقى بأيادي الأفاضل مثلكم وخاصة شيخنا أبا حسن أطال الله بعمرك، وتبقى سنداً للطائفة المعروفية. لا يجوز أن نغير بأمور مشت عليها أجدادنا وآبائنا وأمهاتنا. إذا أردنا المحافظة على كوننا طائفة مميزة بعقيدتها فعلينا أن نسير حسب الأصول. لا يجوز لامرأة متدينة أن تسوق. أنا لست رجعية بآرائي، ولكن أنا تربيت ببيت محافظ وأهلي كانوا على طاعة الدين. تعليق من أميمة بيقول: مع احترامي وتقديري لحضرتكم، برأيي هذا قرار ظالم وما له منطقي ولا يتماشى مع متطلبات العصر الحالي. البلد كبرت والاحتياجات تغيرت، السيارة هي وسيلة نقل ما أكثر ولا أقل، وين المنطق أنه مسموح المرأة تركب بباص أو سيارة مع سائق شرعي بدون محرم، أو تجلس بجانب أشخاص غرباء والانتظار بمحطة باص لوحدها وتعريض نفسها للمخاطر، وممنوع تقود سيارة لوحدها؟ تعليق آخر بيقول: مين جابركو تتدينوا؟ اللي بدها تلبس نقاب غصبا عنها ومش مقتنعة فيش حاجة تلبسه أصلا، وين المنطق إنكو تطلعوا على وسائل التواصل الاجتماعي ومقابلات؟ عيب نوصل للإعلام ونفتح نقاش بمواضيع بتخص الدين، وعيب نحط مشايخنا بهذا الموقف. أنتم مشاهدينا كيف تشوفوا موضوع قيادة النساء المتدينات للسيارة؟ هل هي حرام ولا حلال وضرورة؟